يصادف هذا اليوم الأحد الموافق 13 من ديسمبر، يصادف يوم الحداد الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة نانجينغ التي وقعت عام 1937، حيث أقيمت سلسلة من الأنشطة في المدن الواقعة شرق الصين لتذكر الضحايا في زمن الحرب. وقد أقيم حفل تأبين في القاعة التذكارية لضحايا المذبحة، وقد نكس العلم الوطني إلى النصف ووقف الآلاف من الناس دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا. وقد سمع دوي صفارات الإنذار في أرجاء المدينة وتوقفت حركة المرور وأجبر الجميع على التوقف، كما دقت الأجراس التي تعبر عن حالة السلام وأطلقت العشرات من الحمائم أيضا احتفالا بهذه المناسبة. جدير ذكره أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا على يد الجنود اليابانيين خلال احتلالهم للعاصمة الصينية السابقة نانجينغ. واستمرت المذبحة 6 أسابيع، حيث بدأت في نفس اليوم من عام 1937 وشملت الاغتصاب الجماعي والقتل العشوائي.